Hola. Así que hola, ¿cómo se dice? Salam alaikum. Salam alaikum, ya benet. Oh, nar, que halul, bueno, si fitjo. انا نمشي للمحل عم نمشي للصالون نحملو شويه وننظفوه بنياتا كيف نسينا بنياتا لا موتيلا بنياتا ماشي عندي نوها ندار دختي عتقى مع اختي كاجا ايخا عندي نوها ندار دختي باش عتقى مع اختي وانا نمشي للصالون مع اختي اميره حسنوها كنخليها مع اختي اخرى صافي نزلت نوها في الدرد اختي ودابا غنمشي للصالون غنمشي بحال اللي قلت لكم غنمشي نقدس شويه داكشي ونخملو ونخلو كلشي كلن باش نحل كلشي نقي باش يقدر الناس الله نهار الاثنين غنفتح الصالون ان شاء الله نهار الاثنين غنفتح الصالون ديالنا حسيتونا في واحد السؤال الصالون ديالنا مش خدامين فيه صافي انا وصلت للصالون اليوم نعدل الشعر خصني نعملو هي جات بحال كيراتين اكيد هي لورونيكو بالحق ماشي اكيد هي لورونيكو ماشي كيراتين حتى هو كيرطب الشعر كيخليه مطلوق باش كيبقى دائما مطلوق صافي هذا الصالون ديالنا هذا الصالون ديالنا دابا ان شاء الله خصنا نجيو نهار السبت باش نخملوه لما خملنا شويه نتاحت وان شاء الله نهار السبت نزيدو نخملوه صافي ساليت صافي عديت شعري ما نقدرش نوريه لكم خساره صافي ساليت شعري ما نقدرش نوريه لكم سمحوا لي زولت الدفرين صافي مابقاش عندي الدفرين صحابي كتهضر معايا صافي تختي كانت هنايا معايا خرجت الشعره باقا ما عملتش السميه ديالها وان شاء الله غنفتحو نهار الاثنين نهار السبت ان شاء الله نجيبوكم معانا تشوفونا كيفاش كنحملو كيفاش كنسقو كلشي ما ديرش صافي دابا خصني نمشي طايره للدار باقا ما وجدت والو نفطر دابا 8 9 وقسمين كتبان المغرب ان شاء الله خصني نفطر حاجه ما عرفتش شنو غنعدل خصني نعدل الحريره ضروري باقا ما عنديش الحريره خصني نعدل العصير وما عرفتش شنو غنعمل معاهم انا حسب نوها صافي علمت اختي قلت لها تنمر مور فطور عندها نمشي موراها نمشي في الطوموبيل حيت بعيده شويه مسكين عيطت لي قبيلاتي عزت عليا وكلشي سبحان الله الدنيا شحال عامره بالناس كل عيطت نقولنا كامله من كاملين بينا الدنيا عامره كيتمشاو انا اللي ماشي هنا بوحديتي حتى بنتي ما قلتي وراها قلت عندك يقولوا لي شي حاجه حيت فاتت السبعة والو كنشوف كلشي كيتسارى ماشي مشكل انا قلت تكون الدنيا عامره بالناس تقول صافي الدوق صافي الناس مابقاوش شي كيمرضوا كلشي خرج يتسارى اليوم حلقاتكم اختي صافي اليوم مشينا للصالون عقلنا الصالون او دابا رجعنا للدار تعطل علينا الحل بزاف يعني تعطلنا ودابا نمشي عاد خصني نعمل حريره باقي نص ساعه نفطر يعني دغيا كتوجد لي انا ما نسيتش بحال وريتكم مره اخرى بالحق تمام ما نعرف واش عاد توجد دابا ما تجي انا قلت لكم دابا نوريكم واش عندك واش ما عندكسي تما معايا يلا هون الدار نشوف كيفاش عنا نتصرف اليوم مع نبقى نوجد راسي ونتانس مع الخدمة يعني حتى الخدمة أغلبية كنخرجو حتى لهاد الساعة وباي درت عمرة مع سمحو للناس يقدرو يخرجو يجري ويعملو الرياضة درت عمرة بزاف بسكليتات الناس كيجري ومهم تمارا ثم كتشوفو الساعة تسعود غير تولوت وانا عاد واصلة للدار ورتي معايا وصافي صافي وصات وعاد تسخرت تقول تسخرت وشد الحرارة ديالي وكرافاس المهم كاع الحاجات تقال عليا دابا ما عرفتي كيفاش نطلع كلشي هي مرحبا الدلاحة عذبتني طاي عرفتي قدتني واحد العين وزيادة اوه تعذبت معاها الناقص صافي دابا راه ديت الحريرة عرفت الساعة كثير
دابا نبقى في اسماعيل، دابا دغيا صرنا حتى كبير وعنا من البانيني دغيا دغيا بحال هاد الشكل. هاد البيزات هادو نقسمو الفرنو نعمرهم بالتون وطوماطي كي جيتكم 5 دقائق وجدتم دغيا دغيا عرفتوني خصكم تشوفوني كنطير كنطير طياره. ها بانيني سنت لهم بسرعه فران طابو كاين شي جنيبات صوتو ماشي طابو صافي. الحلايا كتحط هذيك والساعة شوفو وقت معين وكتبدل سلوس صافي. 5 دقائق نطفي البوطة ونغرس والله ناكلو هذا دا بينا فيها واحد دريقة عجبتني طلعتها بالثقل ربتي ولا ما خرجتيش مزيانه. ها ما شفتو كيكبروا هيا ها انتما كتشوفوا ثلث كدان ودابا 25 صافي. وجديت الحريره حاميه سخونه طايبه بالحق وجدت صافي. دابا غرفتها باش تبرد شويه والبيضه حتى هما طابو. هادو من ديك الماركه اللي تبقى الشهر دغيا ماشي من هادوك اللي ما بغاوش يتقشروا كانوا عذبونا يعني ما تعطلش دغيا نقشروا من صافي. وصلتنا للدار عملت الجداد يسخنوا لي في الميكرونداس وعملت عاد ما نقطع مطيشه ونقطع بصله ونقطع كرافس نعدل داكشي دغيا على الله ندرك. في شدي سالة طنجرة دابا كنعطي البانينيس عن طحن الفران ما يدير كيتابو دابا فتحتنا زدت الشعرية نتصب بشعرية نرمي البيضة ونطفيلا وهادو على نديرو زيدهم شوية بيستو أورا بويا ساكارلو ويبيتوش نقشرهم هادشي صافي طاب. طبعا خرجنا بويتوس تحليلة طيبة طانينيس طيبين كوزينة مقلوبة بالحق فطور طاب صافي فطور وجد. عرفتو شحال تعطلت باش عدلت هذا الفطور نص ساعة طيبة الحريرة بانينيس العصير لابوكا والعصير دا فريسة. هاد عدلته يانا وخا كتشوفو في هاد البواطة انا عدلته وعدلت بيضة وين بيضة تما كتشوفوهم صحتنا صافي فطرنا شوينا استنى يعني ما دركتش تبرد يا اختي على هو غزال اليوم كانت الحرارة شوية ما دركتش تبرد الحليلة بالحق واخا هذيك شربناها يعني صافي صلينا وسالينا وجمعنا قشيعات وكلشي و هدرت مع اختي قالت لي هي عملت بانيني هنا بانيني في الدار داكشي اسهل حاجة وكنعملوهم البول كيجو داكشي اللي كياكلو اغلبية ديالي اغلبية الحليلة كنعملها اغلبية عليا انا وراجلي هما كيبغيو بانيني و شنو بغيت نقول لكم عييت
والله الا عيطت ملي جيت انا جري 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 وصلت سيبت كلشي في باب الساك كلشي كنت عاقمت يدي وكلشي ودخلت للكوزينه دغيا راجلي خدام مسكين جا فديك الساعه فحالي حتى كان هنا قبل حتى كان كيعاوني بزاف بحق ما دركشي يعني ما كتبشي. مهم كرينا بحال قلت لكم ماشي دائما انا ناكلو في الساعه ودائما يكون داكشي واجد ودائما دابا هادشي التدريب وقيلا خصنا نبقاو نعدلو الحاجات عاد نمشيو نخدمو حتى دابا السيمانه اللي مازال نهار الثلاثاء الاثنين ان شاء الله غنبداو نخدمو خصنا نبقاو نوجدو كلشي عاد نمشيو نخدمو. مهم الى اللقاء كنبغيكم بزاف كنحماق عليكم تبعوا فيديو ديالنا وعملوا سبسكرايب باش تشوفوا فيديو وعملوا ديك الجرس فعلوا الجرس باش ما نعملوا شي فيديو يطلع لكم. باي باي.